يلا يلا الطيارة جيبها، رجعها الطيارة. يلا بدنا نكمل تدريبات للكلب كينج. حطينا كاميرا على الكلب وبدنا نصور باربع كاميرات، كينج والطيارة واللي بده يمسك الكلب والكاميرا الرابعة اللي بدها تصور العادي. يعني أربع كاميرات نتصور فيهم اليوم للكلب كي. شو افلت افلت اعطيه اعطيه افلت you
ضربوا الوان فل فل اوعى اوعى طورات طورت الطيارة اتخذت الكاميرا ضربوا الوان فل فل اوعى اوعى